والمود باس أغلبية ديال الناس ما عاقلينش على المود باس ديال الجيميل ديالهم، وهذا هو مشكل كبير. لا قدر الله تفورمات لك الهاتف وكيطلب لك الجيميل والمود باس القديم، في هذه الحالة كتضطر تيه التقني باش يحيد لك الجيميل القديم ويدير لك شي جيميل آخر. في الهاد السميتو في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم الطريقه كيفاش تبدل المود باس واخا ما عرفش المود باس القديم للجيميل ديالك، باش تتفادى هذا المشكل لا قدر الله تفورمات الهاتف ولا مشاوك التاور ولا مشاوك شي معلومات في الجيميل ديالك، ولا بغيتي يجيك شي حاجه الجيميل ديالك ولكن ما عاقلش على المود باس. اليوم غادي نوريك الطريقه سهله مهلا، ما عليك غير تبع الخطوات ودعمنا بشي لايك وبشي متابعة وبارطاجي مع الأصدقاء ديالك باش يوصلهم تاهما هاد المعلومة المفيدة. بقى معنا باش تعرف الطريقة بكل التفاصيل، وتحياتي. نمشيو للشرح كل التفاصيل. أول حاجة غادي تمشي للبلاي ستور ديالك، من بعد تتمشي لديك الأيقونة اللي فيها تصويرة ديال الجيميل، تكليكي عليها وتجي لهذا الاختيار الأول، تكليكي عليه وتقلب على سيكوريتي وتكليكي عليها وتهبط لتحت لهنا المود باس كما كتشوفوا، كتكليكي على المود باس. وغادي يعطيك دير المود باس القديم، ولكن ما عرفش المود باس القديم غادي دير مود باس وبلي بانه مود باس مشالك ولا ما عقلش عليه. كليكي على هاد مود باس اوبلي، غادي دير ايسي اون اوتر ميثود، غادي دير اختيار واحد اخر، تكليكي عليه دير كونتيني وهكا غادي يعطيك تبدل المود باس. غادي دير نوفو مود باس ودير لي كونفيرمي، تعاودو ودير موديفي المود باس، وهكا غادي تبدل المود باس واخا ما عقلتش على المود باس القديم. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء وديروا شي جيم وشي تعليق، وشكرا على المشاهده. فيديو قادم ان شاء الله، وتحياتي لكم.